السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد. كنت صورت الفلوق الاول وصورت الفلوق الثاني، كنت باغي نشارككم بجوج وندير لكم فلوق واحد، انما اضطريت انني نقسمهم. ما بغيتش ندير فلوق طويل نصور لكم البارتي الاولى اللي كنا طلعنا وكانت تحت الشتا، والبارتي الثانيه اللي ولينا عاوتاني ولينا طلعنا ديها، يعني طلعنا جوج مرات اضطريت انني نقسمهم. هادشي اللي كاين، مرحبا بكم فلوق عاوتاني واحد اخر. شكرا لكاع الناس اللي جبهم الفيديو الاول اللي كنت صورت. دونك هادشي اللي كاين، صراحه البروده بزاف كما كتشوفوا، الثلج غارق هنايا والله العظيم غارق. انتم شوفوا معايا فوالا، اجي تشوفوا واحد القضيه هنايا. شوف شوف الناس كاتبين سمياتهم، ها اللي كاتب هشام عماد، ها منظر رائع والله العظيم. الناس اللي كيخسروا زبالة ديال الفلوس باش يمشيو سويسرا ويمشيو بلايص اللي فيهم الثلج، وحنا الحمد لله هنايا في إفران او لا في جهة بني ملال ولا خنيفرة ولا هذا، كاين مناطق تمايا اللي فيهم مناظر رائعة ما نكتبش عليكم. وتا هنا في إفران سميتو في أزروف دايتعوار سلمى، اي بلاصه مشيتي ليها في هاد الوقيته ديال البرد كتلقى الثلج كيطيح.